يلا اخي طارق بلشت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى الاخبار الكرام، كل عام وانتم بألف خير. ها قد شرف شهر رمضان على الانتهاء، او بالاحرى قد انتهى الحمد لله، والحمد لله قد من الله علينا وبلغنا عيد الفطر السعيد. وهنا الاخوان نقوم بالتحضير لفطور غدا، فطور يوم غدا يوم عيد الفطر، وعند ستكون الصلاه في بريغش حاسم في بنزايف شونبر. وهل نبدا نحن بتحضير الفطور ليوم غدا ان شاء الله لصلاه العيد باذن الله تعالى. وهنا نقوم باعداد الشطائر كالعاده، شطائر المرتديلا والجبنه القشقوان، وان شاء الله يعني اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله يا ربي. هذا اخ دريس، هذا الاخ دريس، وهذا السي هشام، والاخ مراد، والسي خالد الذي يصور بالهاتف ما شاء الله، والاخ جمال يوجدنا الكاغيت ما شاء الله. هو وهذا والله السلطان ان شاء الله، ان شاء الله يتزوج ان شاء الله، والله يسخر له ان شاء الله. الله يلا زيد معاه، سير عمل شوله ان شاء الله في المسجد. يلا بسم الله نعمل معكم شوله ان شاء الله. بسم الله ما في شيء. وها هم الاخوان يعيدون بعضهم البعض في عيد الفطر السعيد. السلام عليكم عبد الله، كيف الحال؟ بخير، كل عام وانتم بخير. غدا بكره ان شاء الله عيد الفطر السعيد، امين يا رب. كيف الاستعداد؟ الحمد لله كله بخير. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله وسهلا. وها هو السي احمد يعيد الاخوان كمان المصلين جميعا في عيد الفطر السعيد. عميل غازي كيف الصحه؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله. السي حسن، السي احمد كل عام وانتم بخير. تكلم كلمه لي كلمه للجمهور ما يصير. كل عام وانتم بخير يا اخوان الكرام، ان شاء الله نراكم غدا في صلاة العيد ان شاء الله. اهلا وسهلا. ماذا؟ عيد السعيد لك عريس ان شاء الله يا رب. الله يسعى منك يا رب. وكان معكم طارق من قبل الحدث، كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.